هنيئا لوكالة الأناضول تميزها ولمئويتها، بالفعل تجربة رائدة. كنا في العالم الإسلامي بلا مرجعية إعلامية، بلا وكالة تنقل أخبارنا من هويتنا ومن خصوصياتنا الحضارية. كانت أخبارنا تأتي من الأشوست بريس، وكالة الأنباء الفرنسية. مع التطور الحاصل والملحوظ في تغطيات وكالة الأناضول، أصبح لنا وكالة أنباء خاصة بالعالم الإسلامي، تنطلق منه تتحدث عن أناته وعن معاناته، تتحدث بخصوصيتنا الحضارية، تتحدث عن مشاكل الأمة الإسلامية، وتنافس على أخبار العالم. هنيئا للأناضول، هنيئا للقارئ العربي بتطورها الأخير في الفترة الأخيرة، هنيئا لها باهتماماتها بالقارة الإفريقية، ومزيدا من التألق والاهتمام بنا في القارة السمراء، فنحن مستقبل الاقتصاد والعالم والإعلام. هذه فرصة سعيدة لي أن أهنئ وكالة الأناضول بمناسبة مرور 100 عام على وجودها وعلى عملها في الميدان. وكالة الأناضول بالنسبة لنا كصحفيين، كمتابعين لما يجري من أحداث عبر العالم، نلاحظ أنها ركزت خلال هذه السنوات وخلال هذه العقود التي عملت فيها على مؤازرة المظلومين عبر العالم وإبراز حقوقهم للرأي العام الدولي. من ناحية أخرى، لاحظنا كمتابعين كصحفيين أن الوكالة ركزت على جوانب أخرى مهمة، وهي دقة المعلومة ووصولها في الوقت المناسب لنا كصحفيين ومن خلالنا للرأي العام الدولي. في جانب آخر أيضا لاحظنا، وهذه تحسب لي وكالة الأناضول، تركيزها على القضية الفلسطينية وإبرازها للرأي العام الدولي وإبراز حقوق الفلسطينيين كشعب مضطهد طيلة هذه العقود الماضية، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم المسلوبة من الاحتلال الصهيوني، ودعم الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة وقضية الأمة الإسلامية. تحية لوكالة الأناضول في مئويتها، وأعتقد أن التقييم الموضوعي لهذه الوكالة خلال مسيرتها أنه يعطينا نتيجة في المحصلة تجعلنا نقدم لها التهنئة دون تردد. فبالفعل راكمت الوكالة تجربة واكبتها خلال السنوات الأخيرة، وأعتقد أنها نجحت في تقديم صورة مختلفة لما يجري في العالم، في تقديم رواية يمكن الركون إليها في الكثير من مناطق العالم التي كانت التغطية لها إما أحادية أو بزاوية لا تنفرج إلا قليلا عن رؤية الوكالات التي كانت متوفرة. 100 سنة من التجربة هي عمر مديد، نتمنى أن تأتي قرون أخرى وأن نراكم تجربة أكبر، وأن تستمر الأناضول في تألقها، في إحاطتها بالأحداث، وأن تقترب أكثر، مع أن لاحظنا أنها اقتربت كثيرا من الأحداث في إفريقيا، من الأحداث في إفريقيا بشكل عام وفي منطقة شمال إفريقيا بشكل خاص، والغرب الإفريقي ومنطقة الساحل، كلها مناطق تعرف كثير من الأحداث، كلها مناطق تستحق من الأناضول أن تركز عليها، أن تقدم الأحداث لقرائها في مختلف أنحاء العالم، أن تستفيد من تجربتها في رواية الأحداث في مناطق كثيرة من العالم. تحية متجددة، ومن نجاح إلى نجاح.